الانقسام البغيض الذي مر عليه 11 عاما قد أثر على كل مرافق الحياة التي تهم المواطن الفلسطيني، ومن أهمها وهو مرفق القضاء، حيث أن القضاء هو يعتبر من أمور السيادية للدولة، وأن المواطن بحاجة للقضاء لقضاء عادل ونزيه حتى يأخذ كل ذو حق حقه. المطلوب الآن وبشكل صريح وضمني من السيد رئيس الوزراء بداية إعادة النظر في تشكيل القضاء الفلسطيني، كون أن القضاة المتواجدون الآن بقطاع غزة معظمهم وجلهم مخالفين للقانون، كونه ينقص في تعيين القاضي وهو أداء اليمين أمام السيد الرئيس رئيس دولة فلسطين.